اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار كابتن ماهر همامزه. كابتن ماهر كابتن اسلام، شرف ومنور. ربنا يكرمك. ايضا كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ شرفين ومنورين. كابتن ماهر، كابتن حشيش، في مثل هذا التوقيت دائما بنكون مع حضراتكم نعرف رؤيتكم الفنيه لنهايه موسم مباراه بكره، طبعا مباراه المصري واللي هيلعب فيها النادي المصري ضد النادي الاهلي، ثم رؤيتك الفنيه بقى كابتن ماهر لنهاية هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكابتن حشيش اللي بقالي فترة ما شفتوش. عايز اقول لك اسلام ان يعني المنظومة ككل بصراحة اشتغلت الموسم ده شغل احترافي على اعلى مستوى بصراحة. يعني لو هناخد ضلع ضلع، هنتكلم مثلا على الضلع الاولاني مجلس ادارة النادي الاهلي، لجنة التخطيط، كابتن محمود الخطيب. كان مهم جدا ان احنا نختار مدير فني، هيد كوتش، مدير فني يكون على اعلى مستوى، مدير فني يكون هو بتاع المرحله دي. ايوه. وربنا سبحانه وتعالى وفقنا بشكل كبير جدا في اختيار هذا الرجل مستر فايلر. نعم. وشفنا مستر كولر. اسف. اخوات. هما الاثنين نفس المدرسه. من نفس المدرسه صحيح. وسبحان الله يعني الراجل كمان لما اختير الراجل لبى بشكل كبير جدا، وشفنا حماسه من بداية مشوار توليته للمهمة. نزل يتعرف على المؤسسة واللعيبة والجهاز الفني والإداري والتقرير، التقرير الإداري والتقرير الطبي والتقرير الفني على اللاعبين، وبدأ يحط الاستراتيجية بتاعته في إزاي يقدر ينقل النادي الأهلي للعالمية، ويقدر ينقل النادي الأهلي للبطولات اللي احنا افتقدناها. أيوة. خلال السنتين الماضيتين. الراجل اشتغل بصراحة وحط سيستم وحط نظام واستراتيجية بشكل كبير جدا فنية وإدارية مع كابتن سيد وسامي. ومن البداية انت عارف اسلام بيبقى حكم جماهير النادي الأهلي على المدرب من بداية توليته المهمة. الراجل من بدايته كان عنده طبعا لقاءين صعبين جدا بطل تونس في الملف الافريقي، وقدر ان هو الراجل الحمد لله يتخطاها ويكسب المباراتين. وبعد كده تولد بقى في الدوري العام، بدا يكسب مباراه والثانيه والثالثه لحد ما جت مباراه الزمالك والاهلي السوبر قطبي الكره المصريه. ايوه. المباراه دي يا اسلام بيبقى فيها حكم كبير جدا على المدرب من خلال ادائه ومن خلال النتيجه. الراجل ربنا وفقه كسب الزمالك وكسب سوبر. من هنا تقدر تقول جماهير النادي الاهلي يعني حطت الختم. الطمانينه ان الراجل ده هيبقى ان شاء الله باذن الله واحنا معاه هيعمل لنا موسم من افضل المواسم اللي شافها النادي الاهلي في تاريخه من 1907 الى يومنا هذا. ما حدش حقق اسلام خمس بطولات في معدل 8 اشهر غير مستر كولر. عايز اقول لك كمان الحب المتبادل اللي بين وبين اللعيبه، الشخصيه اللي فرضها على اللعيبه، والامانه اللي كان بيشتغل من خلالها في حته الشفافيه والعداله في التوزيع، ادى كل اللعيبه حقها. عشان كده اللعيبه الحمد لله قدرت تعمل لنا نتاج يعني محسوب للتاريخ ومحسوب لهؤلاء اللعيبه المحترمين. طيب كابتن حشيش، برضو اعرف وجهه نظرك في نهايه هذا الموسم، بعد كده بنتكلم عن ماتش المصري. موسم استثنائي للنادي الاهلي، موسم مميز جدا للنادي الاهلي بعد ظلم باين خلال الموسم اللي فات في حاجات كتيره جدا جدا على المستوى الافريقي والمستوى المحلي. قدر النادي الاهلي يعود بقوه كبيره جدا جدا في كل حاجه. يعني زي ما الكابتن ماهر قال، بداية من اختيار جهاز فني على أعلى مستوى يقود الموسم ده، لعيبة، اختيارات لعيبة، تدعيمات كتيرة للنادي الأهلي، أداء مميز في بطولة إفريقيا بعد التعثر البسيط في دوري المجموعات في إفريقيا قدر النادي الأهلي ينطلق، وكانت من هنا هي الشرارة أو البداية القوية للنادي الأهلي كنتائج وكأداء. حقق فيها النادي الأهلي خمس بطولات، قدر في البطولة المحلية 32 مباراة بلا هزيمة. أنا ما اعتبرش المباراة الأخيرانية دي هزيمة، لأن أنت بتتكلم على المباريات اللي هي في البطولة. المباريات اللي خلاص بعد ما البطولة اتحسمت دي بتبقى تحصيل حاصل. يعني كان ممكن النادي الأهلي يلعب بالناشئين بالصف الثاني بالصف الثالث، ما كانش فارق.
وانا يعني بتكلم مع الناس اللي كانت زعلانه ان النادي الاهلي خسر المباراه اللي فاتت بتاع بيراميدز، انا كنت متوقع هذا لان ده وضع طبيعي، بطوله انتهت، ناس خلصت الموسم كله ببطولات كتيره جدا جدا، اي حاجه في الدنيا كابتن حالة اسلام، حاله الزهق والملل وحضراتكم واحنا كلنا عندنا اي حاجه كابتن اسلام في الدنيا لو ما فيهاش الدافع خلاص ما بتقدرش تعمل حاجه. صحيح. لو انت ما بتحبش الشغل بتاعك وعايز تعمل حاجه فيه وعندك الدافع انك توصل فيه مش هتوصل. هو ده كان وضع المباراه اللي فاتت بتاع بيراميدز. النادي الاهلي اللعيبه منهكه، اللعيبه عملت كل شيء هذا الموسم. صحيح. اداء وبطولات واهداف وارقام كثيره جدا جدا، بتلعب مباراه تحصيل حاصل مؤجله من اخر الدنيا، الموضوع انتهى. في المقابل فرقه ثانيه الوصيف بالنسبة لها المباراة بطولة انها تنهي موسم بمكسب للنادي الاهلي، فكانوا نازلين فرق في الدوافع غير عادي مع توفيق طبعا اللي حصل داخل المباراة. كل ده طبعا يعدي، وبرضه مباراة بكرة هي تحصيل حاصل برضه عشان تعرف انا بكرة كان يعني بعد ما عرفنا ان في عدد كبير من اللاعبين سيكون خارج المباراة، وجهة نظري برضه انا لو انا مكان وهو عملها موسيماني قبل كده لو انا مكان كولر اقعد في المدرجات وخلي المساعد بتاعي او بالزبط. كابتن سامي اللي هو جمبيرلي اي حد فيهم، وجهه نظري على فكره وجهه نظر يعني تحترم، لان هي برضو انت عارف دايما الفرجه من فوق غير تحت. لا وبعدين انا موجود، انا موجود بالظبط، انا يعني انا موجود وبتفرج عليكم صحيح شايفكم صحيح كل حاجه، ولكن انا في نفس الوقت سايب الموضوع لوجهه نظر يعني بسيطه. يعني عايز اقول لك المؤاخذه حشيش تسوب ايامنا احنا 95 عمل كده بالظبط، موسيماني عمل كده يعني وفعلا هو الراجل طلع في المدرج قعد فوق اسلام زي ما انت قلت. لا موسيماني قعد على الدكه يعني سوبل قعد فوق ما بيقومش بس سوبل قعد فوق وانا درت المباراه يعني. والله فبرضك من ضمن الافكار الاجانب بيفكروا فيها بشكل كبير يعني كمان رائحه اللعيبه زي ما انت قلت، يعني اللعيبه احنا بالنادي بقى لنا يمكن 5 مباريات كابتن اسلام حشيش، ان احنا فكره كانت راحه اللعيبه اللي فرقت معانا كنا نتمنى خلال الـ5 مباريات اللي فاتوا دول كلنا كنا بننظر لهذا الموضوع يا كابتن حشيش، ولكن في النهايه احنا وثقنا في هذا الرجل كجمهور بقى طبعًا. مش كمحللين وفنيين، احنا وثقنا في هذا الرجل، الراجل ده جاب لنا 5 من 5 وبالتالي هو له مطلق الحريه في اختيار ما فيه طبعًا. ولا زلنا بنثق فيه، واحد جايب لك 5 من 5 ولو تفتكر يا كابتن اسلام الحلقه الاخيره اللي قبل ماتش المقاولين لما كنت بتسالني سؤال بتقول لي تحب او تفتكر ان هو يلعب بالاساسيين عشان يحقق ارقام بعدم الهزيمه ولا يشوف صحيح. ناس جداد؟ قلت لك لا المنصر لازم يشوف ناس جديده، لان لما يشوف ناس جديده الناس اللي هتقعد والناس اللي هتمشي والناس اللي هتطلع اعاره والكلام ده اهم من انك تحقق. انا مع حضرتك على فكره، وكمان مين حتى قلت بنفس التعبير مين اللي قال ان الفرقه دي او الصغيرين او الصف الثاني مش هيكسبوا؟ فعلا كسبوا. فهو برضه هي كل واحد بيبقى له مدرسه وتفكير، هو فكر في المباراه اللي فاتت انه يريح بعض الافراد ويمكن رايح خط كامل اللي هو خط الفيرود، وكان في طبعا الاطراف النادي الاهلي متغيره تماما، ممكن ده اللي اثر مع الاداء، مع زي ما بقول لك حته الدافع، انت نازل بتقابل واحد متحفز ليك بشكل غير طبيعي كانه مثلا نهائي كاس. طب ما انت كسبت بيراميدز اكتر من مره خلال الموسم ده وكسبته في بطولات كبيره يا كابتن ماهر، انت كسبت صح، فلما تيجي مباراه تحصيل حاصل وتخسر فيها ده وضع طبيعي جدا جدا، وكل الفرق العالميه ودوري انجلترا بتشوف بعد ما الناس بتحسب، ولو ان الدوري هناك بتحسب في اخر لحظه، انما الخساره وارده يعني انما مجمل انتصارات طبعا النادي الاهلي كلنا بنفخر بيها. الفتره اللي جايه كمان حساسه جدا جدا، لان انت عندك برضو بطولات كتيره ويمكن بطولات اكبر من بطولات السنه اللي فاتت، فالفتره اللي جايه دي لازم بقى يبقى في توازن كبير جدا جدا بين مين اللي هيلعب مين اللي هيريح، لان اللعيبه دي غصب عن اي حد لازم تريح، لازم تريح مليون في الميه لازم تريح، يعني ده مش مزاج حد. اللي احنا خدناها البطولات اللي احنا خدناها دي السبب الرئيسي في هذه البطولات، وحضراتكم دايما كنتوا بتقولوا هذا الكلام، هو القرار التاريخي اللي اتاخد بإراحة طبعاً 12 13 لاعب ساعتها صحيح. ولما رجعوا قلنا كلهم دي ان دي صفقات جديده، وبالفعل كلنا كجمهور وكاداره كلنا وقفنا معاهم كلاعبين وخدنا 5 بطولات وده اللي عمل النتائج الكبيره اللي احنا شفناها من راحه. صحيح. اللي لازم برضو نفس القصه السنه دي، بس خلي بالك ما هو ماشي، بس برضو انت لو تنظر للموضوع انت عندك مباراه المصري النهارده
سوري بكره، بعد كده عندك مباراه يوم 30 لا احد يعرف مصيرها حتى الان اذا كانت هتتلعب ولا لا. فلكن انا لو انا مدير فني هلعب حتى الان، ما عنديش حاجه تقول انا مش هلعب. فبالتالي انا هلعب يوم 30، لو كسبت يوم 30 عندي مباراه اخرى يوم 4 مع المصري برضو. بعد بقى مباراه 4 حتى هذه اللحظه برضو بيني وبينك لم يتم تحديد اي شيء، مفيش حاجة ساعتها بينا. اقدر ادي بقى الكابتن حشيش اسبوع وادي الكابتن ماهر، لا كابتن ماهر محتاج سنه اكبر مثلا ومحتاج وقت اطول فاديله 10 ايام وهكذا. هي دي يا كابتن اسلام المشكله بقى اللي بتقابل. هو قال كده، المشكله قال لك مش عارف اعمل ايه، بتضر النادي الاهلي، هي المشكله اللي انت قلتها دلوقتي. لان اي حد تاني ما عندوش كم الماتشات دي صح، فبيقدر يريح، بيقدر بيبقى خارج البطوله، فمش عايز يعني يشحن الناس. مشكلتنا حشيش اداريا احنا طول عمرنا بنعاني منها، بتزهق اي حد بصراحه. أي المشكله دي المدرب النبي بيجي ما بلاقيش برنامج اسلام، ما بلاقيش هو الراجل عليه، ما بلاقيش هي اداريا من ناحيه اتحاد الكره يعني خطط كمان ان اتحاد الكره او حتى الاتحاد الافريقي يعني انت لغايه دلوقتي السوبر الافريقي انت مش عارف هيبقى ايه اللي هيتلعب امتى ولا يوم ولا فين. هي دي مشكله. وبعدين المشكله ان الماتشات دي مترتب عليها حاجات قبل وبعد طبعا، يعني قبل وبعد، وفي برنامج التدريب، مفيش حاجه اسمها ان انا بتمرن كل يوم زي شبه اليوم اللي قبله، مفيش حاجه زي كده. اما يكون عندي ماتش بعد 3 ايام وماتش بعد يومين بعدها، غير ما يبقى عندي ماتش بعد 10 ايام. لا وبعدين لما العب ماتش السوبر اللي هو مباراه واحده هكسب فيها بطوله فلها طريقه تدريب. لا طبعا ولا ايه يا كابتن ماهر؟ ولا انا بقول كلام لا مش انت بتتكلم صح يا اسلام. عايز اقول لك حاجه كمان اسلام، فتره الاعداد يعني من ضمن الحاجات اللي الراجل حاططها في الاستراتيجيه، ان المفروض بعد نهايه موسم يبقى هو مخطط ان عنده فتره اعداد في معسكر خارجي للنادي الاهلي. كل ده يا عيني مش قادر يحط ايده عليه، يعني دي برضك من ضمن المشاكل الاداريه اللي الراجل في الاستراتيجيه بتاعته والتخطيط بتاعه والخريطه بتاعته في حاجات نواقص. هو يا عيني عمال يسال ويتساءل يعني طب هخطط انا ازاي بقى لقدام. ودي حاجه من ضمن الحاجات حشيش يا اسلام اللي بتنجح النادي الاهلي، يعني طول عمر النادي الاهلي مش باصص تحت رجليه. صحيح. النادي الاهلي بيخطط لموسم وموسمين وثلاثه، ودي ميزه الانديه الكبيره. كابتن ماهر في مشكله كابتن اسلام دلوقتي، زمان ايامنا احنا ما كانش المباريات دي او البطولات دي مرتبطه بالتسويق. دلوقتي يا جماعه موضوع التسويق بقى موضوع مهم جدا. صحيح. تسويق ورعاه وفلوس، وفي جوائز كبيره بالنسبه للبطولات بتبقى حاططها تحت الميكروسكوب، وعارف ان هتدخل في الحته الفلانيه ممكن يجي لك دخل معين من الحته دي. البطوله الجديده بتاعت افريقيا ممكن توصل ل 6 مليون دولار. صحيح. بطوله افريقيا، كاس عالم الانديه لو خدت فيه مركز بيبقى كذا، ما دي كلها ارقام وايرادات مع التحديات اللي بيشوفها النادي الاهلي دلوقتي، تحديات كبيره. انت هتصرف منين وهتجيب دخل منين؟ فدلوقتي كل خطوه محسوبه، كل تمرين بيفرق معاك لبطوله لما هو قادم. بفلوس. صح. بتترجم الفلوس يعني. صح صح. وبالتالي اللي جاي قادم دايما هيبقى اصعب، لان انت ما تعرفش من الناحيه الاداريه اتحاد الكره واتحاد الافريقي بتاع مش عارفين نوصل لترتيب معين. ما سبحان الله اسلام. بس انا عايز احيي المجموعه دي يا اسلام بصراحه، اللعيبه الضلع الثالث بقى بصراحه. الضلع اللي هو الناس شككت فيه وبدات تهاجمه وتقول اختياراتكم اختيارات اللعيبه كانتش مناسبه، لعيبه مش هتقدر تعمل حاجه. فاللعيبه اتهاجمت بشكل كبير جدا حشيش الفتره اللي فاتت. لكن انا بحيي طبعا من خلال برنامجك الكبير بيت الكبير يا اسلام، بحيي اللعيبه بصراحه على ادائهم هذا الموسم. تحس ان كان في لعيبه بعيد جدا والناس كانت شاكه في قدراتها. طبعا الراجل من خلال الحاجات الخاصه من خلال الاعداد النفسي قدر، خصوصا الخط الامامي حشيش يمكن كان كنا بنعاني بشكل كبير جدا من خلال ضياع الاهداف والفرص اللي بتيجي. لكن واضح قوي ان الراجل عمل شغل نفسي خاص مع اللعيبه، قدر يرتقي بمستوى بالستاو مره ثانيه. كهربا في المكان المفضل بالنسبه له، طبعا حسين الشحات اللي بنعتبره من افضل اللعيبه اللي موجوده هذا الموسم، طبعا ديانج في نص الملعب، السليه بخبرته، مروان الوافد الجديد، طبعا خط الظهر هاني وياسر وعبد المنعم، وطبعا معلول الراجل بصراحه اللي بنحييه تحيه خاصه على الاداء والاخلاص اللي بيقوم بيه. الشناوي طبعا كالسد العالي والحارس اللي بيحرس عارين النادي الاهلي ومرمى النادي الاهلي.
فالضلع الثالث ده يا اسلام بصراحه مهما اتكلمنا ومهما قلنا اللعيبه دي رجاله. احنا بنحيي كمان يا كابتن ماهر اللعيبه كمان اللي ما لعبتش بالظبط، شفناش فيهم حد عمل مشكله، حتى اللي جايين من بره التدعيمات وما لعبش ما شفناش مشكله، ما شفناش حد عايز يمشي، ما شفناش كذا كذا. دول كمان اهم، انت اللعيب طبعا اهم حاجه عنده في الدنيا ان هو يبقى موجود في الملعب ويلعب صحيح، فلما ما بيلعبش بتظهر المشاكل. في النادي الاهلي ما حصلش كده، هي ده سبب من اسباب نجاح المجموعه دي يا كابتن ماهر، كباتن الفرقه والناس اللي هي بتدعم، وتحس ان اللي بيلعب واللي ما بيلعبش الدكه زي الناس الاساسيه، فدي برضو من عناصر النجاح في النادي يعني. طبعا. طيب دايما اللي جاي او المباراه بكره هتبقى مباراه مهما كان، انت بتلعب فريق كبير، النادي المصري فريق كبير لسه خسران بطوله وخسران بنتيجه كبيره، وكان جمهوره بيتعلق بالامل في هذا الامر، هل ده هيدي له دوافع ايجابيه ولا سلبيه، ولا من وجهه نظرك يا كابتن ماهر؟ انا شايف ان اي حد بيقابل النادي الاهلي بيبقى عنده دوافع بينسى، يعني خلاص الناس نسيت البطوله اللي ضاعت المصري، وهو يهمه ان هو كمان يحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي زي بيراميدز في الماتش اللي فات. المصري عنده لعيبه مميزه طبعا، قدام النادي الاهلي الدنيا بتختلف اختلاف كلي يعني، الدوافع بتبقى موجوده، الاصرار، التركيز، الناس بتنسى طبعا اللي فات، بتبدا صفحه جديده. هو بالنسبه له مكسب ان هو يقدر يحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، تقدر ترجع له الثقه مره ثانيه، فانا شايف هتبقى مباراه قويه تكتيكيا وفنيا داخل الملعب. كابتن حشيش، مباريات دايما النادي الاهلي مع اي طرف من الاطراف بتبقى بالنسبه للطرف الثاني دي بطوله، حتى لو هو واقع من الدور الرابع واخد بالك، بيجوا قدام النادي الاهلي وتغير يعني. هنشوف مثلا اداء النادي المصري في مباراه سيراميكا، كان اداء ضعيف جدا جدا ونتيجه تقيله جدا، انا متاكد ان هتلاقي مثلا بكره مصري ثاني مختلف، لانه بيلاعب النادي الاهلي مش بيلاعب اي فرقه، يمكن لو بيلاعب اي فرقه هيبقى تحصيل حاصل بالنسبه له وتكمله مثلا في الصوره المهتزه اللي ادى بيها، انما قدام النادي الاهلي هيبقى حماس وعزيز عشان يحسن الشكل للناس الجمهور بتاعه اي حاجه حصلت بالنسبه للاخفاق في البطوله اللي فاتت، فهو ده قدر النادي الاهلي. اللي انا اتمناه اي حد ممكن يكون موجود في النادي الاهلي ويلعب بقى لازم يعني يقابل الكلام ده باكثر اصرار ودفاع عن طبعا تيشيرت واسم النادي الاهلي، وقدم مباراه كويسه بغض النظر عن النتيجه. احنا عمرنا ما بصينا لكده، لان بكره برضو تحصيل حاصل، بس اللي يهمني فيها ان الناس اللي ما بتلعبش وخدت فرصه بكره لازم توريني نفسك بقى، عشان اختيارات الناس اذا كان هتطلع اذا كنت هتمشي اذا كنت هتقعد فمهمه قوي بالنسبه لك، فما تجيش تلوم بعد كده هتلوم نفسك. لازم تأدي بشكل كويس قوي قوي، الناس اللي موجوده كلها تأدي بشكل كويس قوي بغض النظر عن النتيجه لا تعني بكره، لانه تحصيل حاصل زي المباراه اللي فاتت. كولر وكابتن ميمي عبد الرازق ومستر كولر، كيف ترى هذه المباراه من خارج الخطوط؟ طبعا كولر، احنا شفنا كولر هذا الموسم في البطولات اللي هو ربنا وفقه فيها، واضح قوي ان الراجل عنده استراتيجيه وعنده خريطه بيشتغل من خلالها في طريقه اللعب المفضله بالنسبه له. يمكن بدا بطريقه 4-2-3-1، بعد كده راح لطريقه 4-3-3. واضح قوي ان الراجل عنده شفافيه وعداله يا اسلام، ان هو بيدي كل الناس اللي مركزه في التمرين، اللي بتجتهد، الناس اللي عايزه، اللي عندها دوافع. الراجل يعني عمل نظام جميل جدا، التدوير من بدايه الموسم، وجيب فتره كده ثبت التشكيل، وهو يمكن ثبات التشكيل يعني ثماره كان واضح بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات. صحيح. فالنهارده هيرجع للتدور تاني، هو بقاله يمكن مباراتين ثلاثه اسلام يا حشيش بيرجع للتدور تاني زي ما حشيش تفضل، عشان يبقى طبعا يبقى في تقييم للعيبه، مين ممكن يقعد مين ممكن يمشي. فانا شايف ان مستر كولر كان زعلان جدا طبعا من نتيجه المباراه السابقه، صعب جدا النادي الاهلي يخسر مباراتين ورا بعض. انا شايف ان دوافع اللعيبه بكره ان شاء الله هتادي مباراه يعني تليق باسم ناديهم وتليق بيهم. بالنسبه لميمي عبد الرازق، طبعا بنحيي ميمي عبد الرازق، هو تولى المهمه في ظروف صعبه جدا، لكن هو ابن بورسعيد، ميمي من المدربين المؤهلين بشكل كبير، وتملي بيجي في اوقات يعني بعد رحيل المدرب ميمي يعني بيأدي وبيستلم المهمه،
لكن هو طبعا عشان من وجهه نظرك هيكمل معاهم ولا مع لا لا, لا مش هيكمل معاهم برضك في اتجاه ان يبقى مدرب يرجع قطع الناشئين وهل هل حد فيكم في مصر في مقياس او معيار للتقييم مين يقعد ولا مين ما يقعدش؟ لا مفيش خالص في مصر. احنا شفنا من فتره قريبه طارق العشري مع فاركو فجاه مش موجود يعني بدون اي سبب بدون اي حاجه، وحاجات كتيره بقى من خلال طبعا مشاهدتنا ومتابعتنا للدوري والانتقالات المدربين. مفيش يا اسلام تقييم وحاجه معيار لاختيار المدربين اساسا. رمادي يعني كابتن ايمن رمادي نزل مع اسوان يوم السبت، الجمعه اللي بعدها كان بياخد ولا السبت اللي بعده كان بياخد الرابطه مع سيراميكا النهارده مع الزفر. فما فيش محدش يقدر يتكهن او يتنبأ باي حاجه من الحاجات دي. اللي انا عايز اقوله بقى على المباراه بكره مصري، يعني النادي الاهلي زي ما بتكون كده بشبهها بان النادي الاهلي كان اللعيبه عندها هبوط شويه من الحر اللي احنا فيه، فجيت انت بعد الماتش ده قبل ماتش المصري رشيت عليهم ميه ساقعه انك اتغلبت المباراه اللي فاتت وداخل على مباراه المصري لازم تفوق بقى، لان الاداء الكوره انت عارف اداء ودافع في الملعب، الاداء والدافع التيشيرت مش هينفعك صحيح، والجمهور مش هينفعك، ادائك في الملعب هو اللي هينفع، والتحدي بتاعك انك يبقى عندك اصرار هو ده، واعتقد ان الكلام ده موجود بعد المباراه اللي فاتت في ختام المباراه الاخيره بتاعت المصريه. طيب هل هنجد اسماء كثيره جديده في تشكيل الاهلي صح؟ اكيد. هو بدا التدوير في المباراتين اللي فاتوا. مش تدوير ده هو يعني المره دي بقى مش هيدور بقى، المره دي طبعا هيدي فرصه للناس اللي ما شاركتش بشكل كبير جدا. انا مش عارف ماتش يوم 30 ده هيتلعب ولا لا الداخليه، يعني هل حد عنده علم؟ لغايه النهارده هو الداخليه كانت مقدمه طبعا طلب زي ما انت عارف هيتلعب، وردوا عليهم قالوا لهم لا المباراه هتتلعب. فطلب اصل يعني طب المباراه 30 النهارده كام؟ النهارده 25. النهارده 25 يعني هتعرف امتى انها هتتلعب ولا مش هتتلعب؟ يعني ما هو لازم يتاخد قرار برضه فيها عشان تبقى عارف. خلي بالك اصله مثلا فرقه زي الداخليه دي برضه النهارده 25 بكره يعني 26 ده كمان نص ساعه ده 26 وهتلعب بكره. فانت تبقى عامل حسابك ان في ماتش 30 يا جماعه ده بكره 26 27 28 29 هتلعب 30 ثلاث ايام وانت لسه مش عارف. دي طبعا كارثه من الكوارث. وبعدين انت مش عارف ليه او القرار ما اتخذش ليه او مستني ايه انت صاحب قرار انك ما تقررش؟ ما هو يا لا ما يا في حاجه يعني نقعد على حتى عشان احنا نبقى فاهمين هل هو هيرجع الناس بعد الاجازه دي ولا هيديهم اجازه يطول ولا يكمل ولا يكمله تفهمش. فطبعا يعني قصه غريبه جدا انت ما تعرفهاش، يعني انت لغايه النهارده مش ما تعرفهاش. انا بقول طبعا بكره هيبقى في مش تدور بقى تغيير تام جذري للفرقه، لان زي ما بقول لك الناس لازم في ناس محتاجه انها تتشاف، وماتش برضو مع فرقه زي المصري لا اسمع محتاجه انها تريح وفي ناس تتشاف يعني ناس تتشاف بقى ناس تتشاف كويس وتجتهد ويبقى عايز يعمل حاجه، استغل ان اللعيب اللي عايز يتشاف ده عايز هيبذل غصب عنه كل طاقته عشان صحيح يتشاف ويتحكم عليه كويس، فتستغل القصه دي بقى. اللي انا عايز اقوله هو انا ليه ما بغرش الشناوي؟ يعني سؤال وجهه نظر طبعا مدرب نحترمها، بس انا بسال نفسي كمتفرج مش كاي حاجه تانية خالص، هو انا ليه ما بغرش الشناوي؟ ما تروح النادي عدي عليه وقول له ممكن يدخلوني؟ دخلوك ايه ده؟ ده ملعبك. لا انت فاهم اسلام يعني انا ليه ما بديش حراس المرمى التانيين سواء مصطفى شوبير او حمزه؟ يعني طب ليه؟ ولا علي لطفي؟ ولا علي لطفي يعني ما هو الراجل ده خلاص، ده انت لو زقته كده هيقع من التعب نفسيا وذهنيا وهو محتاج حتى باين عليه. وبعدين اكتر واحد في الملعب لعب كم مباراة هو الشناوي صحيح غير اللعيبه الثانيه. اليو ديانج السنه اللي فاتت يا اسلام السنه اللي فاتت كان في تخطيط اكتر من الشناوي تقريبا كان في تخطيط للراجل السنه اللي فاتت حشيش ان الشناوي بياخد مباراه الدوري علي لطفي بياخد مباراه الكاس مصطفى شوبير بياخد مباراه الرابطه تمام ده السنه اللي فاتت يعني كان الراجل من ضمن التخطيط الجميل اللي كان عامله ان هو زي ما انت قلت ليه الحراس الاخرين ما بياخدوش فرصه بس السنه دي يا كابتن ماهر مختلفه بقى شفنا الحمد لله رب العالمين ان احنا علي لطفي لما خد حاجه تطمن ان احنا عندنا حارس مرمى واحد يعني حارس مرمى ممكن يبقى موجود الله يقدر لو الشناوي حصل حاجه مصطفى شوبير لعب نهائي افريقيا حمزه يعني عامل عروض جامده جدا جدا مع المنتخب. فالنهارده احنا مش قلقانين على حراس المرمى زي ما انت قلت،
يعني كنا نتمنى في الاربع ماتشات اللي فاتوا لما حسمنا البطوله، ما احنا كابتن ماهر مش قلقانين، بس احنا في نفس الوقت برضه عايزين نشوف الناس الثانيه في الملعب عشان برضه يبقى رابع، خصوصا ان انت عندك فرصه ذهبيه ان انت حاسم الدوري بقالك فتره، فالماتشات دي زي ما قلنا تحصيل حاصل، فانا ادي استغل الاهم من ان انا كمان ادي الحارس اللي ما لعبش ان انا رايح الاساسي، لانه داخل على معمعه كبيره، وبعدين الراجل الاساسي ده كمان يختلف عن الاثنين التانيين اللي موجودين انه منتخب مصر، فهو كمان ما عندوش كده كده ما عندوش راحه، ما عندوش راحه في الوقت اللي هيريح فيه اي حد تاني هو مش هيريح، فانا ليه ما احسبش الكلام ده ولاعب الناس دي؟ يعني لعب الماتش اللي فات والعب الماتش بتاع بكره بحارس تاني، انا بس ده تساؤل يعني وجهات نظر يعني في الاخر هيقول لك دي وجهه نظر وكل واحد هو الراجل طبعا صاحب القرار الاول والاخير، وهو صاحب القرار والاخير، الراجل هو اللي متعايش معاهم، وهو زي ما قلنا الخريطه بتاعته بيتحرك من خلالها يعني مستر كولر ما شاء الله يعني، لكن احنا كنا يعني نتمنى ان احنا نشوف الناس تلعب بس وتبقى رجلها في الملعب وماتش زي ده عشان حتى كمان لما الراجل زي ما انت قلت حشيش لما بياخد قرار مين يقعد يبقى فعلا يستاهل، مين يروح اعاره، انت عارف يا كابتن ماهر كمان اللي يطمنك كمان ان الناس دي لما لعبت كانت كويسه قوي بالظبط صحيح، يعني مش بس انت قاعد فانت قاعد كمان يعني كل الارض ممهده انك تلاعب الراجل اللي هو ايه ما لعبش هي دي. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر بشكل عام بقى رايك في مستوى النادي الاهلي او في مستوى الدوري العام السنه دي؟ يعني طبعا هو الاهلي ما شاء الله يعني الاهلي يعني بعيد قوي عن الاخرين مع احترامي طبعا للفرق الاخرى يعني. يعني النادي الاهلي السنه دي عمل انجازات زي ما قلنا ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي من 1907 يعني. ان فرقه تاخد 5 بطولات في 8 اشهر ده يعني انجاز واعجاز. يعني لما نقعد كده نحلل الموسم ده يعني كل التحليل او كل ذهننا هيروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل حاجات يعني غير عاديه، انه يفضل اقوى دفاع يا حشيش، واقوى هجوم، واقوى خط نص موجود، واقوى حراسه مرمى، وما شاء الله تفوق على كل الفرق اللي موجوده في الدوري العام، تفوق في افريقيا على كل الفرق اللي كان بيشارك فيها، السوبر ما شاء الله مرتين، كاس مصر مره، ف يعني انا بصراحه بحيي المنظومه ككل، وده الاحترافيه اللي موجود عليه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لما نقعد كده عايز حلقات وحلقات اسلام ان احنا نحلل النادي الاهلي ليه هو في المرتبه دي، ليه هو في المكانه دي، هتلاقي ان الحب، وهتلاقي المبادئ، وهتلاقي الاخلاص، واولاد النادي وكل المسؤولين الحمد لله رب العالمين ايد واحده في نجاح هذه المنظومه. فالمنظومه دي ما بتنجحش فرديه، المنظومه بتنجح جماعيه، قراراتها كلها جماعيه، مجلس اداره رابط مع الجهاز الفني ومديله ثقه صحيح، الجهاز الفني الثقه دي بياخدها وبيشتغل من خلال طبعا اداؤه وخبرته بينعكس على اللعيبه اللي هي كمان بتلبي يعني كلام الراجل وبتحقق انجازات ليها ولناديها، وبعدين كمان ربنا مدينا جماهير يعني ناس تقول لك لا مش 70 مليون يا كابتن ماهر انت بتبالغ، 70 80 مليون فعلا احنا وصلنا كده حشيش، 70 80 مليون اهلاوي، وده راجع للبطولات، كل ما انت بتحقق بطولات كل ما العيال الصغيره دي بتطلع شايفه اللون الاحمر وشايفه العلم فبتروح وراه صحيح. فالنادي الاهلي ما شاء الله في الكره العربيه مؤثر بشكل كبير، والكره الافريقيه مؤثر بشكل كبير، وهو ده التقييم اللي يستاهله النادي الاهلي هذا الموسم. طيب كابتن حشيش النهارده قرعه الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا يعني هتلعب احد الفريقين الفائز من فريق كمكم البطل زنزبار وسان جورج بطل اثيوبيا. دايما مباراه الاثنين الدور ال 32 بتبقى طبعا تبقى متفاوته وواضحه، ولكن يعني سان جورج فريق اثيوبي فريق كبير وله اسمه، وبتلعب في اثيوبيا، اللعب لينا في اثيوبيا بيبقى يعني حضرتك لعبت هناك طبعا، وكابتن ماهر لعب هناك
وانا لعبت هناك عارفين اللعب في اسوء جو في افريقيا مبدئيا يعني اصعب اصعب جو اصعب جو في افريقيا يعني وغالبا هو سان جورج الاقرب يعني عشان كده احنا كنا بنقول من شويه النادي الاهلي لازم يبقى فيه قسط من الراحه عشان الناس داخله على بص جبل يعني مش مثلا هتبدا واحده يعني تمشي شويه وبعدين تطلع الجبل لا ده انت بادئ بجبال يعني بادئ بتحديات صعبه دايما البطل بيبقى عنده تحديات اكتر من اي حد تاني عشان الحفاظ على اللقب ما بقاش في افريقيا دلوقتي فرقه صغيره وفرقه كبيره احنا شفنا الفرقه الصغيره عامله ازاي بتتعب اي فرقه من الفرق الكبيره زي ما بقول لك النادي الاهلي قدره ان هو بيبقى فيه تحديات داخل مصر وخارج مصر لان هو بطل مصر وبطل افريقيا فالتحدي اللي هنا يقابله برضو التحدي اصعب في افريقيا فلازم يبقى فيه راحات كبيره بس انا عايز اعقب شويه كابتن اسلام على موضوع الدوري مستوى الدوري المفروض الدوري المصري يتنقل حته تانية شويه ويبقى مستوى اعلى من كده شاف الموسم ده او الدوري ده المستويات احنا بنتكلم على معقول يبقى فيه 8 9 10 فرق بتنافس على الهبوط هو ده يبقى فيه حاجه كده في الدنيا يعني اكيد ده المستويات المذبذبه دي كمان يعني ناس بدأ الدوري بمستوى كويس تلاقيها في الدور الثاني خدت غطس ملوش حل يعني انت فاهم زي فرقه اسوان كانت الدور الاولاني عامله نتائج وماتشات الدور الثاني لغايه ما بتنافس على في اخر لحظه واكتر من فرقه على هذا المستوى الاتحاد السكندري بدا السنه دي احنا استغربنا كلنا كنا فرحانين للاتحاد السكندري ان هو بيعمل النتائج والاداء المميز ده لقيناه في الدور الثاني ابتدى برضو يحصل تفاوت ام بي يعني فلازم يبقى في استقرار اكتر من كده سواء في الانديه على مستوى المدربين والاجهزه الفنيه ادوا يا جماعه اولا اختاروا صح الاجهزه الفنيه واصبروا على الناس شويه عشان يقدروا يكملوا معاك اصبروا على الناس شويه انها تقدر تكمل مش اول ما فرقه تكون ماشيه كويس وبعدين تتعثر مباراه ولا اتنين اول تفكير شيل المدير الفني كان المدرب اللي جاي ده معاه عصايا مش عارف هتعمل ايه لازم يبقى في استقرار لازم كمان الانديه معظم الانديه كمان تدور على مداخيل عشان دلوقتي الكوره بقت امكانيات وتدعيم ومصاريف هو ده لما يبقى فيه استثمار في كل الفرق المصريه بالتالي الدوري هيبقى كويس وهيبقى فيه منافسات قويه واحنا نتمنى النادي الاهلي بيقبل التحديات وبيقبل المنافسه ما ينفعش النادي الاهلي يبقى في حته كبيره جدا في كل حاجه سواء اداريا وفنيا ونتائج و و و والفرق الثانيه بعديه لسه في الريست واحنا خلاص داخلين على اسكندريه خد بالك ما ينفعش الكلام ده يعني مش يعني لازم تبقى فيه منافسه اقوى عشان دي بتزود حلاوه الكوره لازم يبقى فيه اكتر انضباط في بطوله الدوري من حيث كمان التحكيم والفار واحنا لسه في الوقت اللي احنا فيه الناس الفار بيخترعوا حاجه تانية غير الفار يعني بيزودوا بقى بيجودوا عليه واحنا لسه في الف مش عارفين نعمل الفار فما ينفعش النقط والخطوط دي بتتحسب من عناصر يا اسلام تقييم البطوله عندك صحيح ده التحكيم ده حاجه كبيره جدا لسه انت شايف طبعا مشكله الضرب نار بتاعه المصاريف الحكام والخناقات وهيعملوا ايه طب هيعملوا ايه السنه الجايه لو مفيش فلوس للتحكيم مش عارف الحكام ده هتقول لك انا مش معاكم بقى كل واحد يقول لك انا مش معاكم كل حكم هيدور يقول لك انا اطلع احكم في اي حته بره بقى وخلاص يعني انت فاهم ففي مشكله كبيره جدا وعناصر كتيره جدا هي اللي بتعلي من مستوى الدوري عشان يبقى ينافس بقى الدوريات اللي احنا كنا بنعلمهم دلوقتي ما شاء الله عدوا طيب اخيرا يا كابتن ماهر يا كابتن حشيش راي حضرتك ايضا في اولى الصفقات يعني للنادي الاهلي امام عاشور قادم من ميتلند الدنماركي وهعرف رايك برضو يا كابتن حشيش مكسب كبير يا اسلام طبعا مبارك لامام عاشور انضمامه طبعا لمنظومه النادي الاهلي احنا شفنا امام عاشور لما كان لعيب في نادي الزمالك كان مؤثر بشكل كبير جدا معاهم شفنا امام عاشور وهو في المنتخب برضك من ضمن اللعيبه المنتخب الاولمبي كانوا اساسيين والفتره اللي فاتت يمكن مستر فيتوريا يعني اتكلم عنه كويس قوي طبعا رحيل حمدي فتحي انا شايف ان اعتقد ده كان له الدور الاكبر في وجود امام يعني رحيله اضطرينا ان احنا نفكر في حاجه بقيمه حمدي فتحي بصراحه يعني فشفنا ان امام عاشور انا شايف ان هو يعني من اللعيبه الصفقات ان شاء الله باذن الله اللي هتكون مؤثره بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي ومنتخب مصر
مع مروان عطيه. الحمد لله احنا بقى اختياراتنا دلوقتي يا اسلام فعلا بنختار الحاجات اللي تناسبنا، الحاجات اللي احنا شايفينها تقدر تفيدنا، الحاجات اللي تقدر تنقلنا. فانا بحيي طبعا لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب طبعا مستر كولر، لان هو يعني صاحب القرار الاول والاخير في اختياراته للعيبه طبعا، ودي من ضمن الحاجات اللي فرقت معانا السنه دي بشكل كبير. اتمنى ان شاء الله الاختيارات اللي جايه تكون على مستوى امام عاشور. كابتن حشيش. طبعا يعني تقييمي الامام لعيب كويس ولعيب امكانياته كبيره كلنا عارفينها، بس اللي هو لازم يعرف ان هو طبعا جاي النادي الاهلي والتحدي النادي الاهلي غير، لازم يبقى فيه طبعا اداء اكتر، اهتمام النادي الاهلي بيه واستقدامه ده لازم يرد عليه بحاجات كتيره. هو بقى في الملعب لازم يدي ولازم يصنع لنفسه بطولات، وطبعا يشارك في بطولات النادي الاهلي. هو طبعا سنه صغير وقدامه العمر ان شاء الله كبير، لازم طبعا يعني من اول دقيقه كده يثبت لجمهور النادي الاهلي انه على قد تيشيرت النادي الاهلي، لان تيشيرت النادي الاهلي بكرر مره واثنين وثلاثه غير اي تيشيرت تاني. انا بالنسبه لي على الاقل يعني، فهو لازم يبقى في تحدي جواه ان هو يبقى اكتر من كده بكتير، وهو امكانياته تؤهله ان هو يبقى احسن من كده بكتير. كل ده هنشوفه الفتره الجايه من خلال التزامه وادائه في الملعب يعني. يا رب ان شاء الله، ونشوف الصفقات القادمه اللي ستكون في النادي الاهلي ايه. وحتى هذه اللحظه محدش يسالني بقى يقول لي صفقات ايه وبتاع ايه، لانه قناه الاهلي بتعلن مع اعلان النادي الاهلي عن الصفقات، وبالتالي لكن ان شاء الله اكيد اذا كان هناك نقص في الفريق فسيتم تعويضه خلال الفترة ان شاء الله. صح صح تعويضه. انا بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الجديد.